اهلا بكل مشاهدينا، مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. احنا معاكم دلوقتي في قصة جديدة ولايف جديد. دايما في مثل بيقول الشقيان دايما هو اللي كسبان. احنا معانا دلوقتي قصة هي نموذج وعبرة لكل الستات وكل الشباب اللي قاعدة على القهاوي. معانا دلوقتي قصة الست سعاد. الست سعاد يعني يمكن شغالة في تصليح الأحذية والشنط بقالها اكتر من 40 سنة، وهي عمرها يعني داخلة على 60 سنة. خليكم معانا عشان نعرف ايه قصتها وايه حكايتها وابتدت من امتى. اشتغل يا باشا. تمام كده؟ تمام يا باشا. الله يسلمك يا حبيبي. انا اسمي سعاد ام ايمن، شغال اهو. وعليك يا حبيبي. لا احلى مهنه ابتديتها من وانا عندي 20 سنة، كنت حابه الصنعه دي. والحد بقى يعني شويه بقى كل اللي يجي، ابويا كان قاعد على المكنه بقى يخش يعمل اي حاجه، يتغدى يعمل حمام، يخرج يلاقيني قاعده على المكان. اشتغل مكان. كان بيقول لك ايه؟ كان بيزعق لي شويه. ليه بقى؟ عشان ما بهدلش المكنه. وتبوظ شغل الناس ومش شغل الناس. قلت له انا حابه الصنعه دي يابا، انا بساعدك. قال المساعد ربنا. لغايه ما توفى وقفلنا المحل شويه، واجرتها من اخويا واشتغلت فيه. خدت المحل وكملت المهنه. وكملت المهنه. طيب انت اول ابني كان شغال بقى عند الناس، قلت له لا انت احنا اولى. عملت كارد، جبت المكن، وعملت كارد تاني جبت المكنه دي والموتور بتاع التوسيع، مكنه التوسيع، والحمد لله وهي ماشيه. خدها واحده واحده. انت لما كان ساعتها عندك 20 سنه بعدها اتجوزت صح؟ لا انا متجوزه وانا بعدها يعني بعد مثلا لما بدات كان عندك 20 سنه؟ انا اتجوزت يعني قبل ما اتعلم الصنعه دي بسنتين. حلو. يعني انا اتجوزت وانا عندي 18 سنه. ماشي؟ تمام. كنت حابه برضو الصنعه دي. جوزك قال لك ايه؟ ولا اي حاجه ولا اعترض عليه. لا 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 لا. لا ده جوزي محترم جدا. وغلبان يعني، ولا بيقول لي حتى اما كنت بقضي لامي ولا ابويا ولا كده، ما عمروش قال لي اهلك. لا. كانش بيتكلم في حاجه، كان بيشجعني. بس لحد ما الحمد لله عملنا شغل. عندك كام سنة على كده؟ أنا؟ حاليا؟ داخلة على 60. ربنا يديك الصحة. وأهو ماشي. يعني بقالك حوالي 40 سنة في الشارع. 40 سنة في الشارع، بنبيع ببيع وأهو حبة كده وحبة كده. الأحذية بس؟ لا الأحذية والشنط. شنطة جت نعملها، أي حاجة جت نعملها. وبلمع وبصبغ جواكت. وبالنسبه بنلمع احذيه كل حاجه. انت لوحدك ولا في حد بي؟ ابني بيساعدني. ابني، لان دي صنعه ابني. يعتبر صنعه ابني بعد جده. وصنعه اخويا، بس اخويا غير نشاط. وانا وابني بقى اللي شغالين مع بعض. خدتها وراسه. بس. هات المقص ده. قولي لي ايه المتاعب اللي واجهتك يعني في الشغلانه دي؟ لا مفيش حاجه تعبت. مفيش حاجه بامانه تعبت. انا مثلا دي مهنه يعني مهنة رجاله؟ رجال. لا. لان ده حاجه مشرفه. يعني حاجه خدنا عليها. فهنتعب ليه بقى؟ بس. Thank you.
بركب لها الجرار ماشي، وبنقفل مطرح ما بنركب. اشتغلت قبل كده شغلات غير المهنه وانا بنت كنت ببيع خضار وبنبيع فاكهه وعلافه كل حاجه عملناها والله. يعني من يوم الشقيان بامانه بس الحمد لله يعني ربنا عوضني بعيالي. ربنا عوضني بعيالي وبراجل الحمد لله يا رب. طب ولادك مثلا، ولادك ما قالكوش لا يا ماما ارتاح مثلا في البيت واحنا من لا. لا لا، انا معايا بنتي قاعده مع حماتها، حماتها في المجال ده برضه، واتصورت في اليوم الواحد في ال بعض الجرايد في اهالينا، برنامج اهالينا اهو حضرتك. قولي لي الشارع علمك ايه؟ الشارع علمني كل حاجة حلوة. أنا بحب الناس، ما بكرهش حد وما بكشرش في وش حد. اللي معاه فلوس بياخد واللي معهوش بياخد وبيبقى، ما بجيش عذبوه. بس ايه أكتر موقف عدى عليكي يعني بالشغل وانت في الشارع كده ضايقك يعني أثر فيكي؟ أثر فيا؟ ما افتكرش. هي مرة الوحيدة اللي الحي ضايقني عايز يشيل الحاجة أنا دخلتها، والناس جيراني هنا دخلوا لي الحاجة أوام يعني ما كملتش حاجة. بس دي صاحبة عمري دي. بس شايفة ازاي يعني معظمها بدأت دلوقتي تنزل تشتغل مهن كتير؟ يعني بنشوف مثلا ست سواقة ميكروباص، سواقة توك توك، يعني حاجات كتير. انا جه عليا اوقات كنت حابة ان انا اجيب توك توك واشتغل عليه. مش عيب. اي حاجة مهنة شريفة مش عيب. بس يعني اي حاجه الناس تشتغل فيها مهنه شريفه مش عيب. العيب ان الواحد يمشي في الغلط بس، ده اللي هو عيب. ياما ولا بمد ايدي اقول لحد اديني الجنيه بتاعي موجود. بس ايه اللي اختلف في المهنه من زمان لدلوقتي؟ الغلا. يعني الحاجه الاول غير دلوقتي. بس يعني الاول حاجه ودلوقتي حاجه. عندك اولاد قد ايه؟ ثلاثه. والثلاثه مجوزاهم وعلمتهم. معايا بنتي واخده دبلوم، واخده معهد الكبيره. الصغيره دبلوم، وايمن ده ما اتعلمش. ايمن جه سنه رابعه راح قاعد، قال لي لا مش عايز اتعلم، مرضيش. بس دي كده خلصت. دي كده خلصت. اصعب الاحذيه ولا مثلا الشنط في شغلها؟ لا والله كل حاجه ليها شغل. بس اهي حضرتك. ودي هتتخيط. الحاجة اللي كان نفسك تحققيها يعني مثلا وانت شباب كده، او الشغلانه اللي مثلا كان نفسك؟ كان نفسي اتعلم قرايه وكتابه. كنت بروح نحو اميه وبس ما اتعلمتش حاجه.
كان مخي مش في التعليم في الاول، كان مخي مش في التعليم، بس بعد كده كان نفسي اتعلم. لما ابتديت ان انا الاقي عيالي بقيت عايزه اذاكر لهم، ما عرفتش، بقيت اوديهم عند جيراني واقعد اخدم جيراني على بال ما يعلموا لي عيالي. كان نفسي اتعلم بامانه، بس كانت امنيه حياتي ان انا اتعلم. وايه كمان هعمل ايه؟ ماشي يا ايمن، ده دي عايزه جرارات تاني يابا. تقول ايه للستات اللي قاعدين في بيوتهم؟ لو عندكم فرصه تتعلموا او تشتغلوا اطلعوا اشتغلوا، بدل ما انتوا قاعدين في البيوت. المحلات عايزه والشغل مش عيب، بس تساعد جوزها وتساعد عيالها، الشغل مش عيب. العيب ان انت تقعدي في البيت، معلش تجيبي سيره دي او سيره دي، دي العيب. ياما الشغل عمره ما كان عيب. طب الشباب، الشباب اللي قاعد على القهوه، والشباب اللي قاعد على القهوه يعني ما فيش بطاله، في شغل، بس هم عايزين الراحه. ايوه عايزين الايه؟ بابا يديني، بابا يديني، ماما تديني. بس تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يهديكم وتطلعوا تشتغلوا، عشان ولا امك قاعده لك ولا ابوك قاعد لك. يومك بيبتدي الساعه كام؟ انا بنبدا الساعه 11 الصبح، نقفل الساعه 11 بالليل، وساعات من 10 ل 10 وما بقفلش خالص. يعني حتى يوم الحد المفروض اقفل، لا اقول اليوم اللي هقفله انا اولى بيه، ما يخش لي 200 300 جنيه احسن من قعدتي فوق. بس نفسي يبقى عيالي احسن مني. اللي انا شفته عيالي ما يشوفوش. ايه اللي شفتيه؟ الشقه. انا من صغري وانا شقيان، يعني من وانا عندي 9 سنين كنت بساعد ابويا كمان في بنا البيت. الشقه والتعب اللي انا شقيته وتعبته مش عايزه عيالي يشوفوه، عايزه عيالي للحلو مش للوحش. بس العفو حبيبي. نورت اليوم. يديك الصحة. كان زي ما حضراتكم شفتوا قصة الست سعاد، يعني الست زي ما بيقولوا عليها بمئة راجل طول عمرها في الشقة شغالة، يعني بتصلح أحذية وبتصلح شنط بقالها فوق يعني الأربعين سنة. زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا قصتها، هي نموذج للست المصرية الناجحة اللي مجتهدة، اللي يعني عشان ما تقولش لحد اديني، بتنزل وبتشتغل عشان تحقق يعني كل حاجة نفسها فيها. نشكركم على حسن المتابعة، شكرا لحضراتكم.